مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة. ألف مبروك لكل الأهلاوية بفوز الأهلي امبارح. خلاص خطوة جديدة بنقرب من حسم الدوري، فاضل 8 نقط بس عشان الأهلي يحسم الدوري، نتفرغ لأفريقيا تماما. هنتكلم أكتر الحقيقة النهاردة على ماتش النهاردة، هنتكلم عن ضيوفنا، بس اسمحوا لي كمان الأول أقول مساء الخير عليك يا أحمد. مساء الخير يا سارة.